حزب التحرير حزب خبيث، لعلكم تستعظمون هذه الكلمة إذا أذكرها في أول كلامي، وكان ينبغي أن أمهد لها. أقول إنه حزب خبيث نشأ بالأردن وكان منشقا عن الإخوان المسلمين، فراسلوه ليرجع فأبى أن يرجع، وكان زعيمه تقي الدين النبهاني. نعم، هم في مسألة العقائد يقولون لا تؤخذ إلا من العقل، فإن وجد السمع فلا بد أن يكون السمع مقطوعا به، ومن ثم ينكرون عذاب القبر، ومن ثم ينكرون خروج المسيح الدجال. نعم، وهكذا أيضا لا يهتمون بتعليم فضائل الأخلاق ولا بالعلم. حزب ينشر أصحابه على السياسة البحتة والمخالفة للدين. نعم، فهم أو فقيل لزعيمه ما لنا لا نرى في حزبكم مدارس تحفيظ القرآن؟ قال إنني لا أريد أن أخرج دراويش. نعم إخواني في الله، وماذا يعتمدون على السياسة فقط؟ علم لا يعتمدون عليه، أخلاق لا يعتمدون عليها، رقائق لا يعتمدون عليها، بل سياسة فقط. وماذا في الفقهيات يجيزون للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية؟ نعم، ويجيزون أيضا للمرأة أن تكون زعيمة وأن تكون في مجلس الشورى، ويجيزون أيضا للكافر أن يكون في مجلس الشورى. المهم، وأن يتولى أيضا الولايات العامة. المهم إخواني في الله، حزب ضليل إلى في غاية من الضلال. فأنا أتعجب ممن يتبجح بحزب التحرير. حتى عندنا هنا في اليمن حزب التحرير وبعضهم حزب الأهرار، حزب الأهرار وحزب الأحرار يا أخواننا. نعم، ماذا يا أخواننا يسمون أنفسهم في حزب الأحرار وهم حزب الأهرار؟ ما قامت لهم قائمة. ماذا يا أخواننا؟ فماذا؟ فهذا الحزب أرشح كل أخ، لا أقول بالابتعاد عنه فقط بل بالتحذير، وواجب علينا أن نحذر منهم. نعم، ولو لم نعتذر لهم أنهم متأولون لقلنا إنهم كفار، لأنهم ينكرون عذاب القبر وينكرون خروج المسيح الدجال، ويقول زعيمهم لا يحب أن يعلم طلبته القرآن لئلا يخرجوا دراويش.